انتقد الأمين العام لجهاز شؤون العاملين بالخارج عوض متولي تخصيص أراضٍ للمغتربين في مناطق نائية وبعيدة عن المناطق المأهولة، وأعلن متولي خلال ورشة حول إسكان المغتربين عن معالجات الذين تضرروا وعانوا من تملك الأراضي بالوادي الأخضر وتدخل حيز التنفيذ بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء، ودافع عن الجهاز فيما يثار حوله بأنه للجباية فقط، وكشف عن 3 حوافز للمغتربين قريبا لتصبح 6. واتهم ممثل بنك السودان حسب الرسول محمد علي اتهم البنوك بقصور التعامل مع المغترب، وأكد إمكانية أن تجد البنوك آلية لسعر الصرف للتعامل مع المغترب، ووصف دخول الحكومة في التمويل العقاري بأنها أكبر معوق للتمويل العقاري، وحدثت بموجبه الخسائر للبنوك.